الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نائبا عن مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث، فضيلة الدكتور رافع طه الرافعي الرفاعي مفتي العراق، وأشكره على الأبيات الجميلة التي تنم عن حبه لمصر والأزهر الشريف، ونحن نبادلهم أيضا حبا بحب ووفاء بوفاء. فكل الشكر على هذه الأبيات الجميلة. الأستاذ الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، أستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، السادة العلماء الأفاضل. حقيقة لا ينكر أحد أن كلية أصول الدين بقاماتها العلمية هي إحدى قلاع الأزهر الحصينة في مجالين هامين ربما تتميز بهما تميزا خاصا في الجمع بين النقل والعقل. فبينما يؤصل أساتذتها في قسم الحديث للنقل والرواية ويقفون عند مقصور القول وقوفا دقيقا، نجد في قسم العقيدة والفلسفة متسعا فسيحا لإعمال العقل، وهو ما نؤكد عليه من أهمية إعمال العقل في فهم صحيح النص. موضوع المؤتمر أيضا من الأهمية بمكان، مما يجعلنا نؤكد على أخذ مخرجاته بعناية، لكن يبقى التحدي الأهم وهو التحول بمخرجات أي بحث أو مؤتمر من التنظير إلى التطبيق. نمتلك تراثا عظيما في مجال بناء الإنسان، لكننا على أرض الواقع نجد مفارقات غريبة بين ما تعلمناه وما نتعلمه وما يجب أن نطبقه وما هو كائن على أرض الواقع، ولا يمكن أن نضع علاجا ما لم نشخص الداء بدقة. فالناس لا يصدقون الكاذبة ولو خطب فيهم 1000 خطبة عن الصدق، ولا يأتمنون الخائنة ولو خطب فيهم 1000 خطبة عن الأمانة. لذا نؤكد أننا في حاجة إلى شراكة واسعة مع زملائنا من علماء النفس والاجتماع لنشخص معا الداء والدواء علميا وثقافيا ونفسيا، لنقف لماذا هذا الخلل. تنظيراتنا في أعلى درجات الدقة وواقعنا للأسف يحتاج إلى مراجعات كثيرة، مما يجعلنا في حاجة حقيقية إلى وقفة معا ندرس فيها الأسباب أو أسباب هذا الانفصام بين التنظير الذي نؤمن به وبين الواقع الذي يعيشه كثير ممن ينسبون إلى الإسلام. وعلى كل ألخص حديثي في 3 نقاط عجلة في إطار موضوع المؤتمر، وهو بناء الإنسان، وأتناول بإيجاز شديد جانب البناء العقلي وجانب البناء الوطني وجانب البناء العلمي. قلت تتميز كلية أصول الدين بجمعها بين منهجي
النقل والعقل وإعمال العقل في فهم صحيح النقل، وهذا ما نحتاج إليه، وهو ما يكون العقلية الفاهمة الناقلة للحافظة المكتظة فحسب. ويعد علم المنطق الذي تعد كلية أصول الدين متفردة فيه عبر تاريخها الطويل واحدا من أهم العلوم التي تضبط ميزان التفكير بميزان دقيق. ويمكن أستاذنا الدكتور عبد الفضيل اتكلم عن التراث بصفة العلمي، ونحن في حاجة إليه لنعالج به الواقع. في أثناء الأحداث الأخيرة المتصلة بانتشار فيروس كورونا وما صاحبه من آراء أو فتاوى، وجدنا أننا لابد أن نفرق بوضوح بين فتاوى البيان وواقع التطبيق، ويمكن أن نقول تجوزا أو مجازا بين فتاوى البيان وفتاوى التطبيق شتان، وهذا ربما أحدث لبسا عندما لا يدركون يعني مضام هذه التفرقة. فدرسنا وتذكرت يوم أن كنا طلابا في علم المنطق الفرق بين الجائز والواقع، ويقول المناطقة كل واقع جائز ولا عكس، وليس كل جائز يمكن أن يكون واقعا. عندما سئلنا وسئل غيرنا عن حكم يعني عدم إقامة صلاة الجمعة عند انتشار الأوبئة التي تشكل تهديدا حقيقيا على حياة الإنسان، قلنا إذا انتشر أي وباء من الأوبئة بما يشكل خطرا وتهديدا لحياة الإنسان أو البشرية، فإنه وبلا أي تردد حماية الأنفس من المقاصد الكلية يمكن هنا عدم إقامة صلاة الجمعة. ولكن قلنا بوضوح لا تأخذ صلاة الجمعة وحدها وتفردها من بين التجمعات. عندما تريد الدولة أو تجد أي دولة خطأ من التجمعات فإنها تحظر جميع التجمعات الممثلة بما فيها المؤتمرات، بما فيها مباريات كرة القدم، بما فيها الجامعات. عندما يصدر تجد الدولة خطأ فتمنع كل التجمعات الجامعات والمدارس ومباريات كرة القدم أو حضورها، فالجمعة واحدة من التجمعات، لكن لا تنتقل الجمعة ولا تبدأ بالجمعة وأنت في مثل هذا التجمع. وقلنا الرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل الاختصاص من المعنيين بشؤون الصحة ويؤكدون أن الأمر يعد خطأ فالأمر جائز، هذا جواز. فيخرج ربما بعض العناوين تقول يقولون بإلغاء، نقول لهم هذا بيان، هذه فتوى بيان، هذا جائز. هل يقع؟ هل نحن مثلا الآن في مصر في حاجة؟ أؤكد بشهادة أهل العلم والأطباء لسنا في حاجة على الإطلاق لا لإلغاء الجمعة ولا لغير الجمعة. إذن هذا الذي تعلمناه من المنطق، الفرق بين الجواز والوقوع. لما بعض الدعوات المشبوهة ظهرت على بعض المواقع تدعو في ساعة محددة إلى صلاة الحاجة في مصر بتنظيمات مشبوهة تقول الصلاة الساعة 9 في مصر والعشرة في السعودية والحادية عشرة في لبنان والواحدة، هذه تنظيمات سأل الناس هل يجوز أن نصلي صلاة الحاجة عند وقوع بلاء أو نحو. نعم صلاة الحاجة مشروعة، هذا جواز. يبقى الأمر هل التوقيت، ما التوقيت وما الحكمة، وهل يمكن لمؤسسات الدول أن تنساق خلف مجموعات فيسبوكية عندما يكون هناك، فهناك دار مشيخة الأزهر وهناك دار الإفتاء وهناك وزارة الأوقاف ننسق معا، وعندما تكون الحكمة تقتضي الصلاة نحن الذين سندعو، لكن لا يمكن أن ننساق خلف أوهام فيسبوكية. ولذلك نؤكد فرق شتان بين فتوى البيان، عندما يسأل السؤال هل سأل الإنسان
إذا لا قدر الله تفشى الوباء هل يمكن إلغاء الحج حفاظا على الأرواح؟ فتوى البيان نعم. هل سيلغى الحج؟ الأمر متروك لأمر الله وأرادته ولحينه ولأهل الحل والعقد من أهل الطب والعلم معا. ففرق بين الجواز والوقوع وبين فتوى البيان وفتوى التطبيق، وهذا ما نحتاجه وما ترسخ له هذه الكلية من الجمع بين منهجي العقل والنقل. وربما كنا عندما نتعلم المنطق إلى جانب العلوم الأخرى كما يظن بعض زملائنا أنه ما الذي سنستفيده من هذا المنطق، فلندخل مباشرة إلى علم الحديث وعلم التفسير. والآن تذكرنا من علمونا لم تصل في العلم إلى ما تريد، لم تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد. وما تظنه غير أساسي اليوم قد تجد نفسك في أمس الحاجة إليه غدا. هذا عن الجانب الأول وهو الجمع بين المنهجين النقلي والعقلي، والتأكيد على أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وفي أقسام هذه الكلية ما يؤكد نفي التعارض بين العقل والنقل. النقطة الثانية والتي أرجو أن تضاف إلى جلسات المؤتمر ومحاوره هي البناء الوطني، تعميق الولاء والانتماء في ظل أوقات حاولت جماعات الفتنة والضلال والمتاجرة بدين الله أن تهون من أمر الأوطان وأن تصورها على أنها حفنة من التراب لا قيمة لها. وهذا ما دعانا إلى إخراج كتاب خاص، أكثر من كتاب، بين مشروعية كتاب مشروعية الدولة الوطنية وكتاب الكليات الست. وقلنا إن الحديث عن الكليات التي ندرسها لم يحدد عدد الكليات، يعني استقي من مجمل النصوص ليس نصا ثابتا. فقلنا الدين والوطن، الدين والوطن والنفس والمال والعقل والعرض متضمنا النسل والنسب. لماذا الوطن؟ لأن أي عاقل وما درسناه وتعلمناه وما عليه الفقهاء والعلماء قديما وحديثا أن العدو إذا دخل بلدا من بلادنا وجب على أهل هذه البلدة أن يهبوا جميعا للدفاع عن وطنهم، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، كل وفق قدراته ومكنته. ماذا قالوا؟ وهو في كتب الفقه التي حفظناها على أيدي أساتذتنا وتعلمناه، وجب عليهم أن يهبوا للدفاع عن وطنهم ولو فنوا جميعا، ولو فنوا جميعا. ولم يقل أحد من أهل العلم إذا خشوا على أنفسهم الهلاك عليهم أن يفروا بأنفسهم وأن ينجوا بأنفسهم أو أن يفروا بدينهم لينشروا الدين في مكان آخر. وهذا ما، وإذا كان الإنسان الشريف النبيل يفتدي وطنه بنفسه وماله، وإذا كانت النفس من الكليات فإن الوطن أيضا يجب أن يكون من المقاصد الكلية، وأن يكون تعميق الولاء والانتماء للوطن، لأنه بلا وطن لا مال ولا عرض، كما أن الدين يحتاج إلى وطن آمن مستقر يحمله ويحميه، لأن الدين لا ينشأ في الهواء الطلق. ومن أراد دليلا على أرض الواقع فليذهب إلى أي من معسكرات اللاجئين ولينظر إلى حال الرجل الذي يجد زوجه في بلد وابنته في بلد وابنه في بلد، لا يجد تعليما ولا صحة ولا ماء لوضوئه وربما لشرابه، هل هذا في هذه الظروف هو الذي سيحمل الدين للعالمين؟ الدين يحتاج إلى وطن آمن مستقر يحمله ويحميه. ولذا يجب أن نؤكد أن حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الوطن والانتماء للوطن يجب أن يكون أحد أهم المحاور في عملية بناء الشخصية السوية. أختم بالنقطة الأخيرة وبإيجاز شديد، البناء العلمي، ولن أدخل في التفاصيل فقد وفاها الزملاء،
لكن أؤكد على ما ذكره بعض الزملاء في كلماتهم، نحتاج إلى أمر هام جدا، التحول من ثقافة الحصول على الشهادة إلى ثقافة التعلم الحقيقي، والتحول من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتحليل والتدقيق والتفكير، والتحول من قياس مستويات الحفظ إلى قياس مستويات الفهم. والنقطة التي أؤكد عليها، وأظن يمكن ربما أستاذنا الدكتور عبد الفضيل وكل أساتذتنا الموجودين اللي عاشوا هذا الزمن الجميل وأكدوها، أنا بقدم مقترح، وفي ظل وجود فضيلة الشيخ صالح نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر والدكتور يوسف نائبا عن رئيس الجامعة، أن تعود مناقشات الماجستير والدكتوراه ومنح درجة العالمية إلى نظام الأزهر القديم، وهو قياس مستوى العلم وليس المناقشة في موضوع الرسالة. فللأسف الشديد ربما تجد من يحصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث فتحدثه عن خلفاء بني أمية أو بني العباس أو دولة الموحدين أو ملوك الطوائف، يقول أنا درست الحديث. وربما يحصل على الدكتوراه في التفسير فيحصل على الدكتوراه في صورة الأعراف والماجستير في صورة النحو، فإذا سألته في أي صورة ربما يقول لك يتوقف. ويجب أن تكون الرسالة هي مجرد مكون. والحقيقة أنا بقول هنا، يمكن أستاذ حقيقة سيادة العميد السابق أستاذ الدكتور بك ومجموعة كبيرة معنا من الأساتذة، وهو الحقيقة يعني كان يكون رئيس لجان معظم الامتحان، والدكتور محمد سالم بعاصي ومجموعة، احنا تحولنا الآن في كل امتحانات الأوقاف من قياس دورة أو منهج إلى قياس مستوى. وادي الأساتذة موجودين، يدخل الطالب وبالذات اللي هو هيسافر للخارج أو في يتولى المساجد الكبرى أو لأي وظيفة إشرافية، لأي وظيفة إشرافية أو السفر للخارج أو لأي ترقية أو لإمامة المساجد الكبرى، هو أنت بكل امتحان قياس مستوى. طالب يتسأل في التفسير، احنا حتى مش بنسأل في العلم فقط، في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم الحديث والفقه والأصول، لابد أن يكون مستجمعا لأساسيات العلم. فإذا أردنا نقلة حقيقية لنبدأ بمنح رسائل الماجستير والدكتوراه، فلا يحصل عليها إلا من يكون مؤهلا. وأنا أذكر في يوم من الأيام ودون أسماء كان لنا أحد الزملاء وكنت أعرفه عن قرب، وأنا في الطريق قال لي إن اللجنة ردت الرسالة العلمية لفلان، فقلت لو منحوه إياها لظلموا العلم، لأنه سيخرج جيلا خاويا وقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. فلنعمل على تصحيح منظومة الامتحانات، ننتقل فيها من قياس من قياس مستوى الحفظ لبعض المقررات. وأنا بقترح أن يكون ده في الرسائل العلمية كما كان امتحان شيخ العمود سابقا لجنة خماسية أو سباعية، لجنة تناقش الرسالة العلمية ولجنة تشهد أمام الله أنه يستحق أن يمنح الدرجة الدكتوراه أو الماجستير في هذا العلم. وأيضا عند التخرج في السنة الأخيرة في الكليات الأزهرية، لأن من يحمل اسم الأزهر أو اسم كلية أصول الدين لابد أن يكون على نفس المستوى، فيكون امتحان التخرج بلجنة خماسية من كبار الأساتذة في كل تخصص لنقيس مستوى العلم، ونتحول من قضية مجرد الحصول على الشهادة إلى بناء علمي حقيقي وليس بناء شكليا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.